لكل محبي أمير المؤمنين سلام الله عليه، نرفع آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العطرة، مولد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، تحتفي العتبة العلوية المقدسة وبهذه المناسبة العطرة بمركز القرآن الكريم، وبمناسبة مرور 9 أعوام على تأسيس هذا المركز المبارك عند صنو القرآن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. واحدة من فعاليات هذا الاحتفال وهذا الاحتفاء هو إقامة الأسبوع العلوي القرآني، والذي يتضمن جملة من الفعاليات. اليوم نحن بصدد إقامة مؤتمر الكتروني دولي موسوم بدور الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه في علوم القرآن وتفسيره. تنطلق هذه الأمسية المباركة فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الموسوم الإمام علي عليه السلام ودوره الريادي في علوم القرآن وتفسيره، بحضور ومشاركة نخبة من العلماء والفضلاء والمتخصصين في الدراسات القرآنية، لتسلط الضوء على جهود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خدمة النص القرآني، باستضافة باحثين من لبنان وسوريا وبقية الدول العربية. نحتفي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أستطيع أن ألخص شخصية هذا الإمام المعصوم بكلمة واحدة، أنه القرآن يمشي على الأرض، وأن كتابه نهج البلاغة إنما هو يعلن عن فصاحته وبلاغته وعلمه. والإمام علي في نهج البلاغة في الحقيقة قد قرأ لغويا، والمفروض أن يقرأ في ضوء القرآن. يعني موضوعي هذا اليوم سأتحدث فيه عن أن نهج البلاغة يجب أن ينبغي أن يكون نهج القرآن أو النهج القرآني، لأنه تضمن القرآن تصريحا وإشارة في جميع خطبه. شارك في هذا المؤتمر مجموعة من الباحثين من داخل العراق ومن خارج العراق، وكذلك مجموعة من الشخصيات التي هم لهم باع طويل في المجال العلمي ومجال القرآني، منهم من السيحيين وكذلك من الأخوة الإمامية وكذلك من أهل السنة.